بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم قصص ومواعظ، نعرض فيها بإذن الله تبارك وتعالى قصص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سير صحابته رضوان الله تبارك وتعالى. إن من الصفات الحميدة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها ألا وهي الحكمة، فالحكمة كما جاء في الحديث ضالة المؤمن، فأن أدركها فهو أولى بها. إذا رأى هذه الحكمة يجب عليه أن يقتفي هذه الحكمة، قد قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هو الخير الكثير، والحكمة هي من بطون العلم، ولا تتأتى لأي أحد بل حينما يبذل وقته بالقراءة والتأمل في كلام الله عز وجل والتأمل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه بإذن الله عز وجل يحصل هذه الحكمة. قد ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنه أخذ هذا المال فسلطه في بذله في وجوه الخير حتى أخرج ذلك الحق. قال: ورجل آتاه الله الحكمة. وقد أيضاً ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضم حبر الأمة ترجمان القرآن، ألا وهو عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمه عليه الصلاة والسلام ودعا له فقال: اللهم علمه أو أؤته الحكمة. فكان رضي الله تعالى عنه يسمى بحبر القرآن وترجمان القرآن وحبر الأمة، فكان العلم كله عنده، ما يقف في آية من آيات الله عز وجل إلا وتجد له التفسير العظيم، وذلك كان من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ثم قال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضوان الله عليه يعرف الفقه في الدين ويتعلم تأويل كلام الله عز وجل وتفسير الرؤى، وهذه من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لأحد فإن الدعاء بإذن الله مستجاب، ولذلك حينما دعا لأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: اللهم أكثر ماله وولده، حتى إن أنس قد عمر في يعني عمره أصبح كثيرا، قيل أنه تجاوز 90، وقد كان له ينظر إلى أحفاد أبنائه أيضا، وذلك ما كان إلا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحكمة أن الله عز وجل آتى داود وسليمان الحكمة فكانا يقضيان بهما. فجاء مرة من المرات اختصمتا امرأتان كان عندهما ابنان، كل واحدة الكبرى والصغرى كل عندهم ابن، فجاء هذا الذئب فأكل ابن هذه المرأة الكبرى. ولا هنا يا إخواني فاصل ونواصل مع هذه القصة، فكونوا معنا. حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام، لازلنا في قصة داود وسليمان الذي قصه الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم. هذه المرأتان التي كانت لهما ابنان، حينما جاء هذا الذئب فأكل ابن هذه الكبرى، فذهبتا يختصمان عند نبي الله داود عليه السلام، فحكم داود عليه السلام أن هذا الابن للكبرى، إذ أنهما تنازعتا كلهم يقولون هذا ابني ويبكيان ويقول هذا ابني وكل تقول هذا ابني. فالتمس داود عليه السلام أن هذا الابن للمرأة الكبيرة، فلما
ذهب استدعاهم سليمان عليه السلام وهو ابن داود كما قال الله عز وجل علمناه الحكمة، فقال لهما من ابن هذا؟ كل ادعى أنه ابن للآخر، كلهم يقول هذا ابني. فقال إذن سأخذ هذا السكين أو هذا السيف فأشقهما نصفان فأجعل لكل نصف له هذا الولد. ثم قامت الصغرى فقالت هو ابنها لا تشقه. فعلم عليه السلام سليمان أن هذا الابن هو ابن هذه الصغرى لشفقتها ورحمتها، فخافت أن يمسه شيء من الأذى، فحكم لها بأن هذا الابن لهذه الصغرى. وهذه الحكمة يؤتيها الله عز وجل من يشاء. أيضا من حكمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو أبو بكر الصديق، حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه مغضب، قال لينتهين أقوى قوم بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وإن هذا لا نفاق، والله من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات قال لضربته. ثم قال إنه ذهب عند ربه كما ذهب موسى عند ربه. ثم دخل عند الناس وكان فيه لجة، فإذا أبو بكر يدخل بين صفوف الناس ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه مسجى وقد مات وقد قبل بين عينيه. ثم قال له يعني رضي الله عنه طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم ذهب وخرج أبو بكر، وكان عمر يتوعد الناس أن من يقول أن محمدا مات سأضربه، وقال أنا سأقتله. ثم قال أبو بكر أيها الناس هلم إلي، فسكت الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه وكأنما أول مرة يطرق سمعي هذه الآية فعلمت أنه الحق، فجثى على ركبتيه يبكي رضي الله تعالى عنه. انظر إلى حكمة الصديق رضي الله عنه، كيف وقف في هذا الموقف العصيب خليله وصاحبه وكان معه في رحلته وفي الغار وفي جميع مراحل وكل غزواته عليه الصلاة والسلام، كيف مسك نفسه رضي الله عنه وبلغ دين الله سبحانه وتعالى. حياكم الله إخواني الكرام، فإن بعد هذه السرد الذي جاء في كتاب الله عز وجل من الأدلة المتضافرة في كتاب الله سبحانه وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمن ينظر بنور الله عز وجل يصلحه الله عز وجل في حاله وأحواله، ويجعل الخير في يديه وينطق به الحق في لسانه إذا امتثل أوامر الرب تبارك وتعالى وعمل بأوامره وجعل ذلك نصب عينه. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها، فالمؤمن يجب عليه أن يكون طائعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يجعل الحكمة بين يديه إذا طاع الله عز وجل ورجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. لا أن تأتي الحكمة بكتب الفلاسفة وغيرها، بل الحكمة موجودة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأتيناه الحكمة، قيل الحكمة هي السنة وقيل هو القرآن، فهذه الحكم العظيمة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بين أيدينا، لا أن نطلبها من غيرهم. فأسأل الله عز وجل أن يؤتينا وإياكم الحكمة ويجعلنا من الحكماء، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.